A capacitor network is connected to a battery as shown. Find the energy stored in capacitor C4 given C1 وC2 وC3 وC4. C4 عليها نفس الشحنة اللي على Q1 واللي بتتوزع بين 2 و3 وتتجمع تبقى على 4. فلو عرفنا ال equivalent capacitance أعرف ال Q على 4 وعندي ال C أقدر أجيب ال U. ال C2 مع 3 بتساوي مجموع ال C2 اللي ال C2 مع 3 2 ب6 C3 ب12 يساوي 18 مايكرو فاراد. جمعنا الاتنين دول الباقي كله سيريز يبقى 1 على C equivalent يساوي 1 على ال C1 اللي هي 9 ال C2 3 اللي هي ب18 ال C3 أو ال C4 بقى اللي هي ب3. إذا ال C equivalent أقل من أقل واحدة، ممكن تطلع مثلا 2 1.5 1 على 9 1 على 18 1 على 3 وناخد المقلوب 2 مايكرو فاراد. طالما عندنا ال C equivalent وعندنا ال V أقدر أقول إن ال Q اللي هي سواء 1 أو Q4 نفس الشيء بتساوي ال C equivalent في ال V. C equivalent أهي ال V 15 يبقى 30 مايكرو فاراد مايكرو كولوم. عندنا ال Q عندنا ال C4 يبقى ال U4 Q4 تربيع على 2 C اللي هي نص Q تربيع على C. ال Q اهي 4 وال C قال لي 3 10 أس سالب 6 يبقى هربع ال 30 تبقى 910 سالب 12 تقسيم 16 سالب 6 1.5 10 سالب 4 جول.